السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كوزينات مونيا. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم إن شاء الله غنديروا واحد الكيكة عجيبة وغريبة جدا، والأغرب اللي فيها هما المقادير. هادشي علاش جاتني الفكرة أني نعمل فيديو ونشارككم معايا الوصفة، ونقول لكم في الاخير كيفاش غتجي في المذاق. ودابا ان شاء الله غادي نبداو في المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو ان شاء الله 300 غرام من الطحين الابيض، 3 البيضات، 300 غرام سكر، 150 مليلتر من زيت الزيتون، القرقاع، البندق، اللوز. بالنسبة للمكسرات بثلاثة بهم خص يكون عندنا 250 غرام. عندنا معلقة ونص صغيرة ديال خميرة الحلويات، عندنا ملعقة صغيرة ديال القرفة، عندنا ملعقة ونصف صغيرة ديال بيكربونات الصودا، وعندنا 300 غرام ديال القرعة الخضراء. دابا غادي نشدو القرعة ديالنا ان شاء الله، وغادي نحكوها في الحكاكة. بسم الله. من بعد ما سالينا من البشر ديال القرعه الخضراء، حاجه مهمه جدا انه الى بانت لكم القرعه ميها ضروري ضروري تصفيوها. الى كانت ناشفه ماشي مشكل، خليوها هكا. غادي نخليو القرعه على جنب وغادي نبداو بالمرحله الاساسيه. اول حاجه غنديروا البيض، السكر، وغادي نطربو مزيان حتى يضعف الحجم ديالو. ودابا غنزيدو الزيت بشوية بشوية وحنا غنطربو. ودابا غادي نزيدو المكسرات. بالنسبه للمكسرات، من بعد ما شدينا كل حاجه، شويه من البندق وشويه من القرقاع وشويه من اللوز، طحناهم مزيان وخدينا منهم 250 غرام. دابا غادي نزيدو القرعة.
دابا غنزيدو المواد الجافه مع بعضياتها، القرفه، خميره الحلوى، كربونات الصودا، وغادي نخلطو مزيان. خلطو مزيان مع الطحين، وغنبداو نزيدو على الخليط اللي درنا. نزيدو غير بشويه بشويه. دابا غنبدا نطلعو. من بعد ما طربنا الخليط ديالنا غادي نحطوه في المول اللي دهناه بالزيت ورشينا عليه بالدقيق. غادي نفرغوه. بسم الله، نتمنى هاد الكيكة تجي زوينة. ان شاء الله تجي زوينة لانه فيها المكسرات وفيها زيت الزيتون، غنية بزاف. غادي نحاول نفرغ هادشي اللي كاين في البول. دابا خصنا نحطوه في الفران على 180 درجة وتخليوها تقريبا واحد 35 دقيقة، وتحلو عليها الفران وديروها بشي عود الأسنان، ديروا لها تيست وشوفوا إلا خرجت باقي فيها العجين راح مازال ما طابت خليوها طيب مازال. هير هي لي حاجة ضرورية أنكم تغطوا الكيكة ديالتكم، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا كيفاش جات المذاق ديالها إن شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه من بعد ما خرجت من الفران وخليناها تبرد مزيان مزيان. دهناها بالشوكولاته الذايب ورشيناها بالمكسرات، ودابا غادي ندوزوا للحظه الحاسمه اللي هي لحظه التذوق. يلا مستعدين؟ بسم الله، دوا على بركه الله. بسم الله،
بالنسبه لي هنايا. عرفتي هذيك الريحه ديال المكسرات، عرفتي فيها واحد الريحه زوينه بزاف. دابا الصراحه بغيت ندوق لانه متشوقه. بسم الله. زعما بلا ما نكذب عليكم وبلا ما نزيد عليكم، خاصكم تجربوها وتذوقوها بنفسكم باش تعرفوا. يعني الصراحة جات بنينة بزاف بزاف. بسلامتكم معايا الكيكة، نسيت انا جاتني بنينة بزاف. يا سلام. اش غنقول لكم؟ عاوتاني المخرج وخد عليا عاوتاني الكيكه ديالتي. نتمنى تعجبو حتى هو اكيد، لانه كما عجباتوش راه مالي. شكرا بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه اليوم ويعجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو نتمنى توضعوا لي لايك وتشتركوا في القناة ديالي. إلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.